كلاسيكو الثاني على التوالي توشاك يتمكن من الانتصار عرضا وطولا نتيجة وأداء. حوار توشاك الطوسي آلة لتوشاك بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فأولا الجيش أعتقد لأنه نادي الجيش ارتكب خطأ كبير باللعب في الخميسات. لماذا؟ علاش؟ لان اولا هو محروم من الجمهور ديالو، هذه المساله الاولى. فين بغيت يلعب؟ المساله الثانيه عنده ملعب ديالو ديال الفتح. غتفق معي على ان القدرات التقنيه ديال اللاعبين ديال الوداد احسن افضل من لاعبي الجيش. ما غنقصوش الجيش على ان فيها لاعبين جيدين، صحيح. ولكن رشيد طوسي ما عندوش ارمادا كبيره لا في كرسي البدلاء في اللاعبين اللي غيلعبوا فيهم، واحد اللاعبين كما عليه الحال في الوداد مزيان. ففي ملعب الفتح ما كانش غيكون في صالح الوداد البيضاوي، لان الوداد شنا كتلعب قصيره، كتلعب على مرتدات، كتلعب على كرات، كتلعب على توغلات ديال كوني وديال الهجوج. ففي ملعب فتح كانوا غيلقاو خصم اخر اللي هو الملعب، هذا الهدف. فمشاو الملعب اتحاد الخميسات بالرابح ويسجل في اللي لقاو فيه ملعب جيد، والوداد نعم. في مركب محمد الخامس، في ملاعب ديال تطوان جيده، في ملعب ديال اتحاد الخميسات، فعنده كل اولويه لان اللاعبين ديالها لاعبين تقنيين، فجتيهم الارض اللي يقدروا يربحوا. كاعتقد على ان القرار في حد ذاته هو قرار اللي كان متسرع. هذا الاشكال الاول. الان بالرجوع للمباراه، اعتقد لان الوداد استهلت الربح ديالها وكانت تكون الحاصل اكثر من هدفين لولا تالق الحارس اللي خدا اكثر من مناسبه، صد اكثر من مناسبه هو الدفاع. نعم. فهنيئا حتى في الكوتشنج دخل فال في التمريره الاولى، يمرر عرضيه اكثر من جميله لايفونا، يتمكن من التسجيل بكره راسيه. الكوتشنج ايضا ديال الطوسي، يعني يوسف انور حرك الجهه اليمنى واليسرى. الطوسي كان منوع من الكوتشنج، عرفتي علاش؟ لان خرجوا له لاعبين بداعي الاصابه اللي هما خالد والنغمي، فدار تغييرات. ولكن طوشاك التغيير الثالث دخول يوسف انور، السي فؤاد دخل وحرك اللعب وكان باختياري من طرف رشيد الطوسي، وعلى العكس ربما حتى العطوشي دخل لم ينسجم مباشره مع اجواء اللقاء، وتمكن بالرحمه من اختطاف كره ثمينه وتسجيل الهدف. تقريبا طوشاك يكون منتصر، دخل العطوشي امام الرجاء، خلى فرصه للرجاء يخرج الهجوج، كيدخل العطوشي اليوم، خرج ديك خطره كوني ودخل العطوشي اليوم، كيخرج الهجوج وكيدخل العطوشي اللي غيتسبب فغادي يدخل له اللعاب وغادي يسجل اللي غيهرب ليه. نعم. فكنعتقد على انه ما كانش في داعي طوشاك انه ما الخلل الذي يعاني منه الجيش الملكي. الوداد الان في ابها الحلال، لا داعي للحديث، في ابها الحلال متفوق متالق يسجل انتصارات بالطول والعرض. الجيش الملكي مما يعاني لا شيء على ما يرام، فالعجله لا تدور، مجموعه من المشاكل، فكاين اللاعبين متعصبين، كاين اخطاء قاتله في الدفاع. نعم. كاين فرص قليله وما كتسجلش. فاعتقد على ان كما قلت لك اللاعبين ورشيد طوسي خصهم يتضامنوا باش يقدموا نتائج طيبه. الرجاء الفتح.